السلام عليكم أينما كنتم. إن مددت يديك إلي لتقتلني فما أنا باسط إليك يدي لأقتلك. ما اتسم به العراقيون بشكل عام وبخاصة شعب البصرة يجعلنا نتقدم بالاعتذار إلى حاتم الطائي الذي وصف تاريخيا بأنه سيد الكرم. عذرا حاتم الطائي، لا بد للتاريخ أن يعاد كتابته، فما قدمه العراقيون والبصريون بالتحديد نموذجا يسحب البساط من تحت أقدامك أيها الكريم. أيها الأحبة، ما قام به البصريون نموذجا فريدا في الكرم والتسامح وقبول الآخر دون النظر إلى حيثيات من هنا أو هناك. نتحدث عن خليج 25 في حلقتنا هذه التي حملت عنوان خليج 25 الحرب النائمة. أيها الأحبة، معكم على فاضل في التقديم وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام. كما اعتدنا أيها الأحبة، نتناول إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان رياضة في سياسة وأمنيات، الكاتب منهل عبد الأمير المرشدي. رياضة في سياسة وأمنيات، الكاتب والإعلامي منهل عبد الأمير المرشدي. افتتاحية خليج 25 البصرة كانت ناجحة مبهرة مذهلة، بل كانت الافتتاحية من حيث التقنية والتصميم والإخراج أفضل من افتتاحية كأس العالم في الدوحة، شاء من شاء وأبى من أبى. لقد أسعدتنا تلك الافتتاحية كثيرا وأعادت لنا الثقة في مؤسساتنا المعنية بإمكانية أن نقدم شيئا مميزا يليق بإرث العراق العظيم وتأريخه ودوره الريادي في المنطقة والعالم، شيء أروع من رائع وأجمل من الجميل. كان بحق وإنصاف شيء يستحق الاحترام وينتزع الإعجاب والتقدير. ولكن وآه لما بعد هذه اللكن، ثمة أشياء حصلت لا بد أن نتوقف عندها، وهي وإن تباينت مفرداتها وأحداثها إلا أنها وبالمختصر المفيد من تداعيات رجال السياسة، حيث تبدأ منهم وتنتهي بهم. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم مدرب المنتخب العراقي السابق الدكتور كاظم أروعي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. الباحث والأكاديمي الأستاذ مهند إجواد، مرحبا بك. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ الربيعي، بالتأكيد أن هناك أخطاء حصلت هنا أو هناك في خليج 25، والاتحاد العراقي لكرة القدم وقف على هذه الأخطاء الصغيرة وامتلك شجاعة أن يقدم الاعتذار عن ما ارتكب من أخطاء وإن كانت صغيرة الحجم. لكن هو السؤال، هو بس الاتحاد العراقي يتحمل وزر هذه الأخطاء؟ لو أكو جهات أخرى تتحمل ويا وزر هذه الأخطاء، من هذه الجهات وش قد حجم مسؤوليتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية حي بكم يا عم الأخوة. مرحبا بك. مرحبا بك. أعتقد يعني خليجي 25 العفو، يعني هي فعلا كانت مفاجأة لكل من حضر إلى الافتتاحية، لأن كل احنا هاي صادفة أنه بعد بطولة كأس العالم بقطر، وإحنا قد شفنا أنه في قطر كان الاحتفالات بهيجة والافتتاحية ممتازة، فكان الكل يخشى أنه تكون ضعيفة قياسا لكنه فعلا كان مخطط لها بصورة جيدة. شركة أجنبية ولوحات تدربوا عليها طلاب المدارس، طلاب عسكر وكثير، فأخرجوها بصورة رائعة. لكن اللي يعاب أنه فعلا هي إحنا التنظيم بطولة الخليج منذ 43 عاما، يعني قد إحنا كانت الأولى اللي استضيفناها في بغداد، لذلك وما أبد ما نظمنا أي بطولة يعني داخلية تضم وفود أو دول عربية بسبب الحصار المفروض على كرتنا. لذلك أكو حثة يعني أخطاء، يعني
بالتنظيم بالدرجة الأساس. يعني شوف احنا دخول البطاقات كان محددة انه الملعب يستوعب 65 ألف متفرج، لكن الحضور كان 65 بالملعب وبقيتهم خارج الملعب. الفوضى اللي صارت انه مو بس اللي عنده بطاقة كان جاي، يعني كثير من الناس يعني جو يدخلوا من المدافع الأولى بدون محاسبة بدون ضبط، فأرادوا يدخلون، صار التدافع ودخلوا. بالإضافة لذلك يعني حتى كثير من اللي عندهم بطاقات يعني ظلوا واقفين ما قدروا، لأنه حجزت المقاعد مبكرا، وهذا الخلل التنظيمي كان مفروض أنه من البداية القوات الأمنية من البداية مع المنظمين أنه يكون بالبداية من بطاقتك يشيكوها ويدخلون حتى يبقى كل العالم، كل العالم هو به الكراسي مرقمة، كل الملعب هو مرقم الكراسي، يقدر أنه على ضوء البطاقة ورقمها يروح على الرقم، يروح حتى ما تزور ولا تنباع بالسوداء. لأن هذا خلل كان يعني بالتنظيم، احنا جايبين شركة أجنبية لكنه ما ضبطت هاي الحالة، هذا اللي صار. بالإضافة ذلك الخلل الثاني اللي كان هو نتمنى، وهم فعلا عالجوا الاتحاد وعالجوا وزارة الشباب واتصلوا بالسياسيين يعني برئيس الوزراء يمكن حتى يخفوا من الحالة، انه السياسيين يعني هم من حقهم يشوفون يعني يتمتعون، لكنه مع المسلحين هاي كانت يعني خرق، يعني ماكو احنا خصوصا جاي رئيس الاتحاد الدولي وصارت نزاعات ما بين يعني خاصة، فالوفود حتى اللي عندنا يعني ما حصلوا مكان يعني وزعلوا من الفريق الكويتي ولا هذا زعلوا وطلعوا، واكو وفود برا يعني اعلاميين وهذا ظلوا يعني هذا يعني شفت المنظر انه كثير من القوات الأمنية متداخلة في صار ازدحام، وهذا يعني أثر على كثير يعني كثير من الناس ما شافوا يعني محاضرين وبدأ الافتتاح وهم خارج الملعب. فإذا هاي عدم التنظيم والعدد الهائل يعني كل الناس تريد تشوف، مو تريد تشوف، لأن صار فترة طويلة يقولون العراقي متعطش فترة زمنية فترة طويلة يعني هي نواة هاي اللي لرفع الحظر عن الكره العراقيه من كل الجايين، ويعني وفعلا وبعدين صار يعني اللعبه الثانيه كانت انظم كانت وفعلا يعني مدحت السيئات الاولى وحتى قدموا اعتذار للوفود الشخصيات اللي ما اخذت مكان. كان الاتحاد العراقي وكل المسؤولين عن البطوله يعني يمتلكون شجاعه الاقرار بالخطا اذا وقع صحيح وبتقديم الاعتذار مهما. الاستاذ مهند جواد، اخطاء أخطاء يعني لا أكثر ولا أقل، وهذه الأخطاء لا تعني فشل تنظيم البطولة، بل أن البعض ذهب إلى أن يذكر ما وقع مع الوفد الكويتي، على الرغم من أن الوفد الإعلامي المرافق للوفد الكويتي نفى ما ادعي، لكن بشكل عام هناك إشادة من قبل الجماهير العراقية الخليجية العربية حتى الجمهور العالمي، يعني تعلق لي على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. الواقع أنه المسألة هي مسألة طبيعية، هو سلوك بشري ومجتمع وحدث موجود، فهناك مجموعة من العوامل هي أدت إلى بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء جدا طبيعية وواردة. العامل الأول أو السبب الأول هو حداثة التجربة، أنه تجربة من بعد 40 عام، يعني هناك أجيال كثيرة لم ترى مثل هذا الحدث فأرادت أن تشارك بهذا الحدث وأن تطلع عن كثب لهذا الحدث، فذهبوا جماهير وأنه لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة، فأصبح أحداث يعني أخطاء طبيعية جدا، لأن الناس كانت فيها لديها شغف وحب للإطلاع. هذا الأمر الأول هو أمر طبيعي جدا. الأمر الثاني أنه القضية ليس متعلقة فقط بالجانب التنظيمي الحكومي، لأن هذا المسألة هو مو استعراض جيش، فاستعراض الجيش مؤسسة بيروقراطية تنضبط بها الحركات وينضبط بها الأداء، ولكن هذا جانب من عنده حكومي وجانب من عنده مجتمع، فصعوبة ضبط المجتمع وضبط الأفراد المجتمع، فشيء أكيد تنعكس على الجهات التنظيمية. هذا الأمر الثاني، لأنه الأمر مشترك ومختلط بين الجماهير وبين المؤسسات الحكومية. أنا أريد أسلط الضوء على ما ادعي من إشكال حدث مع الوفد. هذا الأمر إيه؟ الأمر الثالث أنه الأخطاء ليس فقط في الجانب العراقي، أكو بعض الوافدين أيضا لهم
عندهم أخطاء. مثلا أنا حسب ما سمعت أنه كان الوفد الكويتي أكثر من العدد المقرر، وهذا يحتاج إلى سكن وإلى طعام وإلى تنظيم، فهذا الوفد الكبير كان أنه أكبر من العدد أربك الموجودين، فلذلك أنه هم حاولوا يعني يزعلون على الجماعة أنه ما وفروا لهم، بالمقابل ما ذبوا الحق عليهم. قيل أنهم طلبوا 50 غرفة. أي كثير، أنه الأمر منظم، بالأخص يعني نعرف أنه الوفود تكون لها البقاعد والغرف والحصص وكل الإجراءات اللوجستية موجودة على أساس أنه ما يتناسب مع حجم وإمكانيات الحدث أو يعني الخليجي. هل تتلمس في هذا الموقف جانبا سياسيا؟ نعم، أنا الآن أنه عبر على الجانب الرابع وهو الجانب السياسي. بعض الجهات السياسية يحاولون أنه إفشال الوضع، وأنه كثير منهم يتباكون على العراق، ولكن العراق حينما يحتاج أو يقدم شيء ويقدم إنجاز يتملصون عن المسؤولية ويتمنون له الفشل. أنا شفت أنه كثير يتمنون الفشل، حتى أنه وإن كان أنا مو هذا الموقف، عندي موقف شرعي من قضية أنه حضور فنان كبير عراقي ما أدري شنو، أنا موقف شرعي عندي الغناء مو هذا المسألة، بس المسألة أنه هذا لون ونمط من السلوك، أنه بعض الناس يتمنون لهذه الحكومة تفشل أو لهذه التجربة الديمقراطية تفشل، كانوا أنه يسندون الحكومة الدكتاتورية في أعمالها ولا يسندون اليوم الديمقراطية والانفتاح والعراق الجديد. هذه مشكلة، أنه كثير من الجهات تمنت أنه العراق يفشل، ولكن العراق أضاف إضافة جديدة أنا أتوقع غير مسبوقة ولا يأتي بها أحد، إنه العراقيين لم يتعاملوا مع المسألة مسألة ربح، إنما فتحوا بيوتهم وضيفوا كأنه حولوها إلى عادات اجتماعية، وأن بينما هي أمر ربحي، أمر بجانب تقني وجانب فني، ولكن هم حولوها إلى يعني منصة إلى عكس أخلاقهم وطبيعتهم وثقافتهم الاجتماعية. بالتالي حرمت العراق، كما يعني قطر حين استضافت بطولة كأس العالم استثمرت، أنفقت الكثير من الأموال، لكنها استردت الكثير من الأموال أيضا بالتذاكر وما إلى ذلك والفنادق والسياحة وتشجيع هذا. العراقيين فرطوا في الجانب الربحي، وهذا أمر مهم. يعني هو نعم أنه الحسابات، ولكن أنه العراق يريد أن يعني يبين للناس ما هو موقعه، وهذا موقعه الصحيح. أنه العراق سابق في جامعاته، في مؤسساته السياسية، في الإعمار، في شخصياته، في كل شيء كان هو سابق، ولكن الأحداث يعني اليوم لو أكو دولة مثل العراق تمر بمثل هذه الأحداث ومثل هذه الأزمات، لا أتوقع أنها تستطيع أن تنظم هكذا دوري بهذا الحجم وبهذا المستوى بهذه التقنية والكفاءة. ما يعني ما نعت على الرغم من اعتقادنا أن العراق لم يجرب في استضافة مثل هكذا استاذ، مو لم يجرب، انه لم تفتح له الفرصه، لم تفتح، والان حين اتيحت الفرصه اثبت العراق انه قادر على ابواب في كل الميادين. انا اتوقع يعني نعم. الضيوف الاكارم، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقالنا الاخر الذي حمل عنوان سيكولوجيا الكرم العراقي في خليجي 25، الكاتب محمد البدر. سيكولوجيا الكرم العراقي في خليجي 25، الكاتب محمد البدر. كل من تابع أخبار بطولة خليج البصرة 25 شاهد تصرفات وصورا من الكرم غير طبيعية. الناس أحرار بالتصرف بأموالها ولها كامل الحرية في وجه صرفها، لكن هذا التصرف في حال تحليله وتفكيكه يكشف لنا وجها آخر، ليس مجرد إكرام ضيف. الحدث ليس زيارة دينية حتى يتم إطعام القادمين مجانا طلبا للأجر والثواب كما يحصل في الزيارة الأربعينية والمناسبات الدينية. إن الباعث النفسي السيكولوجي هو رغبة أهالي الوسط والجنوب في القول بطريقتهم الخاصة للجماهير العربية أننا لسنا كما تم تصويره لكم، بل نريد التعايش، ونحن إخوة وجيران، ولسنا الروافض الذين يصورهم ويشيطن بنا إعلامكم. هي رسالة غير مخطط لها يقولها الضحية للقاتل: كف عن استهدافي، فلست عدوا لك، والدليل هذا ما تراه. مرحبا بكم أيها الأحبة، وأجدد ترحيبي بالدكتور كاظم الربيعي، بالأستاذ مهند جواد. دكتور،
يعني حجم الملاعب، جمالها، جودتها، نوعيتها، شيء مبهر يشي بأن هنالك رؤية لإقامة فعاليات دولية في الملاعب العراقية. أريد منك عقد مقارنة بين ما كان يحدث في زمن النظام البائد من إهانة للاعبين، حلق الرؤوس، الكلام البذيء أجلك الله، وبين الحاضر الذي يتسم بالحرية وبإتاحة الفرص للناس. بالنسبة للملاعب احنا شفنا قبل كان عندنا ملعب الشعب وملعب الكشافة فقط، نعم، غير ملاعب والبقية ملاعب يعني متهالكة مع الأندية بائسة. لكن فعلا يعني التحول اللي صار في بناء الملاعب الرائعة، يعني احنا عندنا هسه أكثر من 10 ملاعب دولية. دولية. اي، ملعب النجف، ملعب كربلاء، ملعب نفط ميسان، ملعب الحبيبية كردستان، اكو اثنين يعني الهوك، نعم، وزاخو والحبيبية، واكو ملعب، اكو ملاعب حتى ما كملت، يعني ملعب التازيات هذا يتسع اكثر من 100,000 لان فاجله ملعب كبير، نعم، الملاعب ما تستوعب بالسلام. يعني انا اتذكر يعني كان وزير الشباب جعفر وقتها قال نسوي ملاعب لانه الناس ما تجي قليله. احنا كنا، انا مدرب كنت الزوراء، وكان الزوراء والشرطه الجمهور امامنا جلس يعني، بس من يرجع السلام 100,000 ما تكفي. وفعلا هرجلنا ملعب كبير، وهذا ما ثبت في البصره، يعني في البصره لو اكل ملعب 150 كان يعني قبر، حتى ما واجهنا ازمات فعلا. ويعني دوره الخليج ايضا لها دور كبير، يعني من قامتها احنا نجحنا ببناء ملعب الميناء، يعني ملعب الميناء ملعب رائع، يعني شرط كان اكتماله حتى تصير البطوله. فلذلك شفنا لحد اللحظه الايام انه السيد محافظ البصره السيد العيدان بذل جهود رائعه، نعم، في اكمال 3 وجبات للشفتات عمل، يعني الى ان كملوا هذا الملعب. وهذا يعتبر على طول احنا نشوف بالمناسبات نبني شوارع جديده، نبني بنايات جيده، نبني ملاعب جيده، وهاي كانت تخدم يعني الكره العراقيه. فشفنا ان الحريه اللي صارت يعني اعطت مجال اكثر للتعبير عن الراي، اللعب ليس تحت الضغوطات الكبيره اللي كانت، فصارت عندنا، ونحتاج الى بعض التنظيمات اللي احنا يرادنا ايضا نرتب امورنا خصوصا بالانديه وبلاده حتى نواكب دول العالم بالتطور. احنا اللي شفناه يعني احنا يعني رغم انه قطر يعني هي من بنت اموال كثيره صرفت، لكن حتى البنيه التحتيه ايضا بنتها بالبصره. من قارنها ايضا يعني انا قبل 6 شهور كان دوره تدريبيه يعني للمدربين، كانت في البصره ليس في هذا الحال، كان العمل عمل دؤوب، يعني كان يعني الكورنيش كان من 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 ارقى يضاهي كورنيش بيروت لبنان. انا شفته المرمر والوزع، لذلك شفت الجمهور، جمهور البصره وعوائلها كلها محتفله، يعني للوحده الثنتين بالليل هم يمشون يرتاحون والبواخر والحلويات والناس مبتهجه. لذلك شوف من جوي الخليج، يعني الحكومه سهلت الدخول عن طريق الكويت تأشيرة بلا فلوس، نعم، وهذا شيء جيد. يعني لو مانعيه وشارطين يمكن ما كان هذا العدد، لانه احنا نريد ننجح البطوله ونعكس الحاله الايجابيه اللي موجوده هنا. فشفنا لكنه الخلل اللي كان شنو اللي خلى الضيافه اكثر، فالفنادق ما تستوعب، لانه مو بس الخليجيين، احنا من كل المحافظات ذهبوا للاحتفال، نعم، ماكو سكن. لذلك طلعت بعض المنظمات الاهليه قالت احنا عندنا 2000 بيت مفرغيها اللي ما عنده بيت. لذلك كثير من الخليجيين الناس يعني ياخذوهم تعالوا وسكنوا، وفعلا قاموا يصروا وين ما تمشي. يعني انا صدفه انه عندي صديق عماني هناك يعني بالنادي اللي اتدرب به برا، اجى هنا احتفل ما عنده مكان، فالعوائل اخذته هو وصاحبه والطريق. طيب دكتور، يعني نعم، باعتقادك ليش تم تضخيم هذه الصغائر؟ يعني وتناسوا هؤلاء المضخمين، تناسوا ان العراقيين كما اشرت قبل قليل، نعم، يعني منذ 43 عام لم يشهد العراق تنظيم بطوله. صحيح. والناس فرحت بهذه البطوله وادت ما عليها. اشارتك مهمه جدا ان الضيف العماني، صحيح،
يعني تتلاقفه أيدي البصريين للذي في دارها. والأطفال يأخذون الصور معهم يعني يحتفلون بهم بأعلام. ليش هذا التضخيم؟ فبالعكس يعني هذا طفد انطباع يعني جيد عن العراقيين يعني شافوهم كرم وهم هناك ما عندهم هاي العادات أنه تروح يكرموك لو هذا نعم أبد ماكو بس هنا نعم. واجهوا أنه شنو الكرم تريد تدفع بالمطعم ما يأخذون منك أبو التاكسي ما يأخذ منك فدوخوهم يعني تواجهوا دهروا بهذا الكرم الصحيح. شوف احنا بقطر كثير من السلبيات موجوده لكن الاعلام ما ظهرها ما ظهر السلبيات نعم نعم. بس الايجابيات انت تخلص البطوله وتنجح عالميا وبالتالي راح يرفع الحظر عن الكره العراقيه. الملاعب اللي عندنا والتنظيمات والخبره اللي كسبناها بهاي البطوله تاهلنا انه نطالب باقامه بطوله اسيا بالعراق على ضوء الملاعب اللي عندنا والجهود اللي تبذل. هل هناك اتجاه لدى الاتحاد الدولي لكره القدم في إقامة فعاليات بطولات في على الملاعب العراقية بعد أن ثبت أنها ملاعب عالمية؟ هو أستاذ اللي شوف الاتحاد رئيس الاتحاد الدولي نعم. يعني من أجه هنا يعني هاي ضوء أخضر وأخضر لأنه الحظر راح يرفع. ممتاز. الخلل اللي كان يعني دول الخليج كانت بحجة أنه الوضع غير آمن لذلك ما كان يجون أكون لكن من هو جو حظر وشاف الجمهور وهم ايضا ارتاحوا للوضع الامني هسه صار متاح انه نقيم بطوله واسيويه وبطوله كبيره وبالمناسبه استاذ احنا الجمهور راح يضرب رقم قياسي بالحضور يعني بالدول اللي طيب بالخليج ما يجي هذا العدد الا في المباراه النهائيه اللي يجون بها اهل البلد لكن احنا في مباراه احنا مو طرف بها يعني الكويت والبحرين قطر والإمارات حضور كثيف حضور يعني. 30,000 يعني وبالإضافة ذلك شوف هم يعني هم قسمه وقسميا يعني تمثيليا احنا نقول يعني قسم يشجعون هذا الفريق وقسم يشجعون الفريق الثاني حتى يحفزهم للقاء وهذا يعني هم أكدوا على هاي الحالة وانبهروا دكتور طبعا نعم. احنا شفنا على الفيس كثير من المتفرجين الخليجيين الذين صحيح. عبروا عن انبهارهم بهذا الكرم وهذا الطيب كما أنهم أشاروا قالوا أننا حين قررنا الذهاب إلى العراق كنا نتصور بأننا ذاهبون إلى الجحيم صحيح. إلى منطقة ربما يعني نتختل هنا وهناك وإذا بنا نجد أن الوضع صحيح. الأمني مستتب ومستقر تماماً أستاذ مهند ثم من يلمح إلى أن الكرم العراقي هذا قد أرسيت دعائمه وتكرست لدى العراقيين على أنها سجية ثابتة جاءت من كرم أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة المليونية اللي العراقيين يطعمون بها على أقل التقادير 20 مليون زائر فهذه السجية تجذرت في المجتمع العراقي وها هي ذي ذا تظهر مع الجمهور الوافد. علق لي على هذا. نعم استاذ هناك حاله كانه يعني اندماج بين العادات والتقاليد وبين المعتقد الديني. نعم. فالعراقيين هم اغلبهم من شيعه اهل البيت سلام الله عليهم. نعم. فهذا الكرم الموجود هو ماخوذ عن ائمتهم سلام الله عليه، يعني معروفه سوره الانسان او سوره الدهر كيف صورت أهل البيت عليهم السلام اليتيم والأسير والفقير أو المسكين حينما أتوا وكانوا لم يمتلكوا عشاء وقالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا تطونا مقابل ولا تقولون شكرا فهذا كرم أهل البيت عليهم السلام. أستاذ مهند أنا بحكم كونك أنت رجل مختص بالأنثروبولوجيا أريد القضية من نتناولها من هالجانب هذا لا هو هذا بعد إذنك يعني نأخذها من جانب أن بعض الشعائر الدينية تتحول إلى سلوك تتجذر في المجتمع وتتحول إلى سلوك اجتماعي عام عملية التحول هذه نعم هو أنا أصلاً هسه بصلب تخصصي قاعد أحكي يعني ممتاز. أحكي جذور هاي الظاهرة نعم. بعدين شلون تطورت وانتقلت صارت إلى ممتاز. عادات اجتماعية فكان أولها أنه اعتقادهم برموزهم أئمة أهل البيت أمسام انعكس على سلوكهم الأمر الثاني أيضا توجههم مثلا الرسول صلى الله عليه وآله يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فإنه طبيعة دينية هسه شنو الإيمان بالله وإكرام الضيف يعني كأنه إكرام الضيف
هو أحد تجليات الإيمان عند الإنسان. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه هذا انعكست في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه تأخذ أكثر من شهر وسنوية، وتعدد القوميات وتعدد الدول التجينة يعني المجتمعات الأخرى خلت هذه أنه العادة تصير جزء من الثقافة الأصيلة الموجودة عند العراقيين. يعني شهر كامل تتعايش وياها، حتى الله عز وجل كل سنة يخلي لنا شهر صيام للتدريب على بعض الأمور، فإحنا عندنا شهر للتدريب على الكرم وعلى العطاء وعلى التسامح وعلى قبول الآخر وعلى تحمل التعب بدون مقابل. كل هذا سلوكيات تنمط عليها المجتمع العراقي، فهي قاعد تنعكس. انعكست أيضا بأيام الحشد الشعبي، شلون كانت المواكب، وإحنا نذكر نسائنا وأهلنا وأمهاتنا شلون يسووا كليجة وشلون تخبز خبز وتودي للمقاتلين. وأيضا المواكب الحسينية كان لها دور كبير بهذا الأمر، حتى في مظاهرات كانت يعني أنه في بعض الأحيان هم نزلوا بعضهم. فهذا هو السلوك العام عند العراقيين، فأصبح جزء من ثقافتهم. ليش؟ لأن إحنا الثقافة عندنا شنو؟ أمرين يوجهن الثقافة: القيم الموجودة وطبيعة التصورات. إذا أنت عندك قيم، فهسه هذا الجانب القيمي برز عند المجتمع العراقي، أنه هي هاي قيمهم، عاداتهم أخذوها من قياداتهم من الخط اللي ينتمون إلى. أيضا أنه التصورات، جايك ضيف فأنت لازم تكرمه، تصوراته عن المسألة، ما جاي أنه يستغله. أنا حتى قبل فترة كنت أسمع خطيب مشهد في إيران بولادة الإمام رضا عليه السلام، كانت الفنادق صاعدة والطعام أيضا صاعد، مصاعدين جماعة المطاعم، فقالهم كلمة، قالهم أنتم ليش ما تتعلمون أسلوب الضيافة من العراقيين؟ فأنه العراق صار هو المثل، الكل شيء ينقاس به أنه من يقدم عليه ضيف، فيعتبر أنه هذا أنه يتربح على الضيف، هذا مخالف لعاداته ولقيمه ولتقاليده ولا حتى بعض معتقداته. طيب، هذه الثقافة يعني ببعدها الاجتماعي وليس ببعدها الاجتماعي، يعني مآلاتها وين؟ شو راح تسوي؟ مآلاتها أنه انعكاس هذا على كرة القدم، يعني كبوابة من عنده وأتاء الجمهور، لأن نعرف أنه الجمهور مثلا أو الوافدين اللي يجون بأيام الأربعينية من عقيدة واحدة ولون واحد ولهم معتقدين. وصلت الرسالة اللي يمكن أن تبثها مثل هكذا سلوكيات، أنه رسالة التسامح، رسالة قبول الآخر. وهم من جانب آخر حجم التهويل والتشويه للصورة العراقية. أنا بيت عمي بدولة أوروبية ساكنين، يقولون احنا يوم نشوف الاخبار نقول انتم شلون تطلعون نفس الصدمه انصدمت بها يوم اجت قالت ماكو شيء عندكم. لان انت شايف مثلا قناه الشرقيه تاخذ واحد دعم له واحد تهولها كانه العراق كلهم ما توجوا السيارات. هذا التهويل الاعلامي الموجود انه ياخذ السلبيات يضخمها ويعكس الصوره، وبالمقابل هذا يعني هي حرب وراها دوائر كبيره. دكتور كامل، واضح ان البطوله تسير باتجاه النجاح الباهر، هذا ما يتضح من المشهد العام. صحيح. باعتقادك يعني النجاح في تنظيم هذه البطولة، من الذي أسهم به؟ ما هو مقدار مساهمة حكومة السيد محمد شجاع السوداني في إنجاح مثل هكذا تظاهرة رياضية دولية؟ صحيح. فعلا يعني سيد رئيس الوزراء يعني ساهم بدرجة كبيرة بإعطاء حرية، وقدم مبلغ كبير للاتحاد كرة القدم حتى يسهل بالأمور ضيافة وكل المستمسات بالدرجة الأساس. كذلك لاحظنا وزير الشباب أيضا كان يتابع، هو والكوادر الهندسية يتابعون الملاعب أيضا، والاتحاد أيضا كان يعني خلية نحل. وبالإضافة لذلك أنا أشوف الأخ أسعد العيداني محافظ البصرة لعب دور كبير، يعني كان يشرف، ولو تشوفون هسه البصرة تغيرت بدرجة كبيرة، خصوصا هسه بناء شارع حول مثل مال أربيل الكبير وتحلية المياه والشوارع كلها. البصرة اختلفت، البصرة حاليا اختلفت، مرات أنا أشوفها مشابهة أو قريبة راح تتقرب من أربيل في البناء. هاي كلها يعني دول يعني ساهموا في نجاح البطولة، يعني من ناحية الموارد المالية، من ناحية أنه الوزارات الساندة مثل النقل، الصحة، هاي كلها كان لها دور كبير. بالإضافة ذلك شوف إحنا حتى البصرة بعض المناطق العشوائية يعني تعرف قدام الضيوف هم غطوها بألواح كبيرة كتبوا عليها
البصرة يعني عين لحاف وعين غطة يعني صارت فراش وعين غطة يعني كبيرة. أنا الشيء الآخر اللي أقوله هو ناحية الإعلام. الإعلام الإيجابي كان ممتاز جيد، وبخصوصا احنا تفاجئنا انه ببرنامج الكأس، برنامج الكأس قناة الكأس القطرية، برنامج المجلس كان له دور كبير. نعم، قناة مهمة في هذا البرنامج فعلا، هو هذا متابع من دول عربية، من دول عالمية، فكان النقل المباشر. ويعني فعلا يعني خالد جاسم يعني المقدم يعني عباد تقول عراقي يعني قام يمدح والعادات دكتور، لانهم انبهروا بما راوه في الداخل العراقي. هم يقول لك احنا شلون العشاء يجيهم هنا، يروحون ما حد يدفع فلوس يعني مشان الهدايا. يعني تعجب، لذلك هاي كلها نقلت وين برا وامنت الحضور، بحيث كل من عرفه امن قامت لفوت تجي من عمان. نعم، من الكويت يجون. نعم، رغم ان ما يباتون هذا الجمهور قريب لانه ساعه. نعم، يعني هذا اللعبة الأخيرة كان فوق 10,000 جايين الكويت دخلوا الملعب. عدد كبير جدا يعني، خصوصا دولة إذا صعدوا يمكن نص الكويت تجي، وبعد ما نحتار الملعب ونقدمه. فإذا حتى يعني قناة أبو ظبي يعني كان أتذكر يعني مذيع كان ويا العراق يعني مو زين يحكي، لكن شفته يطلع الجواهري ومطلع العراق شلون يبدأ والحضارة والسومرية يحكون العراق ويمدحوا بدرجة كبيرة. فإذا هاي كلها الإعلام العراقي والإعلام العربي ساهم في إعطاء صورة رائعة عن العراق وعن البصرة وعن الإمكانيات القادمة لاستضافة يعني البطولات العراقية، وهي لها دور كبير يعني أعتقد يعني. على الرغم طبعا دكتور من أن هناك إعلام مارس مهام وضع العصي في عجلة سير العراق باتجاه استضافة بطولات أخرى، لكن ما أبهر الإعلاميين الخليجيين هو حجم الكرم والتسامح العراقي. الدكتور كاظم الربيعي، الأستاذ مهند جواد، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقالنا الأخير الذي حمل عنوان البصرة تبهر العالم بتنظيم خليجي 25، الكاتب يوسف الراشد. البصرة تبهر العالم بتنظيم خليجي 25، يوسف الراشد. شهدت مباراة الافتتاح حضورا جماهيريا واسعا وامتلاء الملعب بالجماهير ونفاذ تذاكر الدخول إلى الملاعب وامتلاء الساحات القريبة من الملعب بالجماهير الرياضية، كما زودت وجهزت بشاشات عملاقة لاستقبال المشجعين خارج الملاعب، وزينت المدينة باللوحات التعريفية وبالزينة والأعلام والشعارات وشخصية السندباد لتكون شعارا للبطولة، وسيرت في المدينة حافلات عراقية قديمة تجوب في المدينة تحمل شعار كأس الخليج 25. فهنيئا للبصرة وللعراق ولجماهيره بهذا المحفل الرياضي وهذا التنظيم الذي أبهر العالم وأسر الصديق وأغاظ العدو. نتمنى أن يكون فاتحة خير لاستضافة بطولات أخرى تليق بالعراق وبشعب العراق. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ مهند، بعد تنظيم كل هذه الحشود وبعد تأمين الجانب الأمني لهذه الحشود الكبيرة التي لو قدر للإرهابيين أن يخترقوها لاخترقوها، طيب عقد مؤتمر بغداد 1 في عمان، عقد مؤتمر بغداد 2 في عمان، والذريعة هو هاجس أمني. بعد النجاح في تحصين الوضع الأمني، هل سيراجع الموقف العراقي فيما يتعلق بالمؤتمرات المتعلقة بالعراق حصرا؟ نعم، هذا أمر ضروري جدا، أنه من هذه ننقل رسائل كثيرة سياسية واجتماعية واقتصادية. أنا حتى أتوقع أنه قضية الشركات ودخول الشركات وقضية الأمن، هذا كله يحتاج إلى أنه إعادة نظر من خلال هذه البطولة. الأمر الآخر أنه تبين أنه هناك إقبال وفاعلية للعراق مع أنه الأحداث والتطوير مثل هذا المجتمع، مجتمع نكبات كثيرة ومشاكل كثيرة وأوضاع سياسية مربكة، وعند هذا الإقبال وهذا التحفيز أنه كل التذاكر تنفذ وهذه الضيافة وكل هذا التفاعل مع هذا الحدث، هذا لابد أن يؤسس إلى مرحلة جديدة. بالضبط. إحنا نقدر نأخذ من عينة واحدة نقدر نعممها على
كثير من المجالات أنه المجتمع العراقي فقط يحتاج إلى تنظيم وإلى توجيه وإلى أوضاع أو إلى أناس يحاولون تقديم إنجاز. يعني كانت الإنجازات الحكومية انعكست بشكل كبير على الواقع الاجتماعي، أنه كان رئيس الوزراء متفاعل، وزير الرياضة، المحافظ، الوزارات الباقية، كل هذا أنه أهل أنه الناس تتفاعل مع هذه الأمور. فإنه كثير من المشاكل الموجودة بالعراق إذا كان توجه من المسؤولين وإرادة حقيقية من المسؤولين سوف يتخطون هذه المشاكل ويشاهدون كيف أن المجتمع العراقي يتفاعل وكيف المجتمع العراقي قابل للتقدم بفترة قياسية. يعني قبل اللقاء كان الدكتور يقول أنه قبل شهرين ما حاسمين الموضوع، يقول لو ما يكون يعني هذا الشغل كله خلال شهرين، مو خلال سنوات. نعم. مو خلال سنوات إنجاز، يعني بحد ذاته إنجاز إنجاز إنجاز. نعم. يعني إذا تجي للفترات القياسية أمر البطولة ما إذا كانت أي. تتم أنا ما عندي معلومات على الأمور التقنية، بس الدكتور أنه أوضح أنه هذا مشكلة. فإحنا نقدر كثير من المشاريع والمسائل بفترة جدا قياسية وبإنجاز أصلا ما يقدر يضاهي أي إنجاز بالدول الجوار. دكتور كاظم، هل تعتقد أن موقف الفيفا سيتغير من الملاعب العراقية، خاصة بعد رؤيتهم للبنى التحتية الهائلة وللتنظيم المعتد به إلى حد كبير، يعني على الرغم من وجود الأخطاء والهفوات البسيطة، وإذا لم تبادر الفيفا لاتخاذ هذا القرار، هل يحق للعراق اللجوء للقضاء الدولي المطالبة بإقامة لفتح الأبواب؟ لا هو الحاجز تقريبا راح يرفع. الحاجز الرفع من عدم إقامة هذا أوتوماتيكيا هم يخلونه بالسرة، يعني اللي يقدم تعرف يقدم ويصير اجتماع ويا اللي تجي لجان المنشآت ولا هذا كلها يطوع. شوف احنا هسه اللي صارت البطولات، يعني بطولة قطر لهذا الوضع التنظيمي الرائع والناجح والكرنفالات، انا اشوف اللي الدوله القادمه اللي راح تستضيف راح تشعر بضعف، شلون راح توفر الاجواء اللي وفرتها قطر. واحنا ايضا بطولات الخليج ما بها افتتاحيات مثل هذه الافتتاحيه اللي سويناها. نعم لاول مره. لذلك احنا البطوله القادمه راح تصير بالكويت راح يضطرون انه ايضا راح يجيبون شركات ويسوون افتتاحيه تضاهي او تتجاوز احتفالية الإقامة. ما قيل من أن يعني الدور الخليجي دكتور تقصد ارتفع مستوى. ارتفع مستوى دكتور. ما قيل بأن الفيفا حين رأت الافتتاحية المبهرة هذه قررت أن تعتمد بطولة الخليج العربي. نعم حتى راح يعتبروها من البطولات المعتمدة اللي من أنه ترتقي تعطى نقاط بارتقاء بالجدول الدولي. وهذا كان يعني ممتاز. وبالإضافة للنواحي إحنا شو حتى من الناحية الفنية كان الأداء رائع. شفنا في مباراة السعودية والكويت رغم الأمطار وهطولها لكنه 35,000 متفرج تحت الأمطار شجعون الفريق العراقي، وهي ظاهرة يعني غريبة كانت، يعني كل استغربوا شنها الدافع وشنها الحوافز اللي هذا الجمهور اللي قدمها بالتشجيع المثالي. وكانت مباراة رائعة يعني رغم الأمطار المستمرة 17 ساعة، لكن حتى يمكن الملاعب وما كان يتصورون يعني ياخذون اجراءات احتراسيه لمثل هاي الامطار، كان يوضعون مشمع نايلون يغطوه لكن ما لحقوا. كل احنا تعرف على مطراتنا كلها ساعتين يعني وتوقف لو نعم 10 ايام هذا كلهم شلبت يعني. لكن امطار الخير يعني اجت ويا البطوله خير. نعم. كل الخيرات يعني صارت بنفس هذا الوقت. فكان الاداء ايضا الأداء الفني كان ممتاز من الأندية المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. مجموعة احنا نفتخر انه عندنا ملاعب، حتى ملاعب تدريبية، احنا عندنا 8 ملاعب تدريبية على مستوى راقي في المدينة الرياضية والنادي البحري. فهاي ايضا يعني اعطت انبهار انه من تجي تتدرب الفريق، يعني من يجي يتدرب الدول تتدرب هاي قبل المباراة شافوا ارضيات ايضا ممتازة وملاعب تدريبية رائعة. استاذ مهند، ايش بقى لجماعة ولا طابوقة؟ أنا اللي تناوليها من جانب سياسي رجاء، يعني ايش بقى لجماعة ولا طابوقة بعد أن عبر العالم كله عن انبهاره بهذه البنى العملاقة؟ يعني الدولة العراقية أسست بالعام 1921 أو 20 إلى سقوط النظام، عندنا الأشارة لهن جناب الدكتور، عندنا ملعب الشعب، ملعب الكشاف. الآن
يعني أكثر من 15 ملعب عالمي دولي. شبك الجماعات ولا طابوك؟ المشكلة أنه دائما الخصم يبحث عن السلبيات أو يحاول يغطي الإيجابيات بشكل كبير، ولكن بالأخير لا يصح إلا الصحيح. دع عملك هو الذي يتكلم، هذا هو الواقع الموجود بالعراق، أنه فقط يأتي الشخص ينظر إلى هذا الفعل وإلى هذه المسائل. حتى كانت استراتيجية السيد السوداني أنه هناك ثلاث أنواع من المشاريع. هناك مشاريع معطلة بسبب بعض القوانين، هناك مشاريع غير كاملة الإنجاز، وهناك مشاريع ينبغي أن تنجز. فهو ركز على الجانب الثاني أو القسم الثاني، مشاريع متوقفة عن الإنجاز 70% 80%. هاي إذا حصرناها في فترة خلال هاي الأشهر وكلها قدمناها إنجاز، راح يبين العمل الموجود، وهو العمل تراكمي، مو فقط ينحسب للأستاذ السوداني، لا، لكل الإنجازات القديمة الباقية. ولكن لابد أن يكون هناك مرحلة من المراحل تظهر فيها هذه الإنجازات وتكون هناك إرادة. إنه كثير الآن من المستوصفات، المستشفيات، الملاعب، المجمعات السكنية، هذا أبو 70%، 30% خلال أشهر ينجز. بعض الأمور لازم تتأسس إلى المرحلة قبل أن يدرك المقبلة. للوقت أريد أتعرف، هل هناك بعد أو جانب سياسي لهذه البطولة؟ نعم، انعكاساتها السياسية واجتماعية. عنها بشيء من التفصيل يعني لو سمحت. نعم، هناك أنه كل الموجودين كانوا يقولون أنه هذه الحكومات وخصوصا حكومة الإطار وغيرها ما تقدر تقدم أي إنجاز، وأنه محمد الشياع السوداني فقط أنه إعلامي أكثر من ما هو واقعي. حتى واحد دائما كان يقول لي هو وين شغله، قلت له يعني إلا سكس رمل يذب ببابك يا لا تعرف أنه يشتغل. أكو متابعة، هناك خلية موجودة إعلامية ليتابعها موجود، ولكن الإنجاز أيضا بعد الزمن أساسي به. البعد الرابع على قول أينشتاين أنه البعد الزمن، البعد الرابع أيضا هو أمر أساسي، أنه مو فقط 20 يوم أو 3 أشهر أو 4 أشهر تريد أنت مجمعات سكنية وتبليط للشوارع وفضل الازدحامات، أنه خطوات ترتيبية تحتاج إلى فت سنة سنتين تبين الإنجازات وبعدين نحكم. إحنا واحدة من المشاكل أنه أول ما تبدأ تشتغل راح يخلقون لك أزمات، تلتهي بحل الأزمات راح عليك الوقت أنه أنت ما مقدم إنجازات. هاي واحدة من المشاكل. وأحد الأخوة قال أنه يعني كان متابع جيد سياسي، هو ما يظهر بالإعلام بس متابع جيد للسياسة، قال إنه محمد الشياع السوداني يمتلك إرادة وعنده خطة لتقديم إنجازات خصوصا بالجانب الخدمي، قال ولكن سوف يخلقون له مشكلة، هي المشكلة الاقتصادية. وتنبأ بيها بأول أيامه. من الذي سيثير هذه المشاكل؟ هذه المشاكل يعني الظاهر الآن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، يعني أنه قضية الدولار وصعود الدولار وغيرها. يعني حتى أنه إحنا قبل يظهر بعض السياسيين أو بعض عندهم التوجهات السياسية يقول لازم تعينون الخريجين والشهادات العليا والطلبة الجامعيين، يوم يجي يكون هناك قانون لتعيينهم مباشرة تعيينهم مباشرة قال هذا يرهق الدولة ويسوي ترهل بالدولة. هسه شو تريد، نعينهم لو ما نعينهم؟ انت قاعد تخاطب يا فعل. وشنو اللي تريده بالمقابل؟ يعني هاي المشكلة. دائما انت اي فعل تسويه مو انه خطأ لو صحيح، ما دام صادر من عندك فهو خطأ، ما دام هو صادر من عندك فهو خطأ. لا، خلوا الناس تمر، ان كان من اي جهة من الجهات، رئيس وزراء يريد يقدم خدمة واتفقت عليه الكتل السياسية، أنه خليه يمضي. بالأخير لازم واحد يجي يحكم. أشار بعض الكتاب إلى أن هذه البطولة، لعل في هذه البطولة أهم الرسائل التي يمكن أن تبثها هذه الرسالة هذه البطولة، هو أن الشعب العراقي يقول لإخوته في الخليج إن كف عن استهدافي، فلست عدوا لك، إنما أنا مثل. الواقع هو مو للمجتمع الخليجي، لأن احنا نعرف أكو فصل بين الحكومات وبين المجتمعات الشعوب، وحتى بالشعوب أكو بعض الفئات عندها ثقافة وهابية، ثقافة سلفية، ثقافة تكفيرية، هي ما تمثل الوجه العام للشعوب. أكو بعض الجهات الموجودة، وإلا أنه كثير من الخليجيين موجود يجون أيام الأربعين ويجوا بهذه البطولة، أيضا ناس مسالمين يريدون يعيشون، ما عندهم عداء مع أي شخص كان. ولكن المفروض هذه الرسالة هي للسياسات الموجودة أو للحكومات الموجودة، أنه شعوبها راح تضغط عليها، أنه أنتم كل الموجود بالعراق، أنه أنتم
مسؤولي عنه. شكرا الدكتور كاظم الربيعي مدرب المنتخب العراقي السابق، شكرا للأستاذ مهند جواد الباحث والأكاديمي. أيها الأحبة، كتب معدي البرنامج الخاتمة التالية: الأسود أسود في جميع الظروف، شاهدنا أداء قتاليا شجاعا من قبل أسود الرافدين، قل نظيره عند الآخرين، هكذا هم العراقيون، ما أن يداهمهم الخطر حتى تظهر عندهم الغيرة والشجاعة ويظهر الاستبسال والإقدام المفضي إلى الانتصار. اليوم في جذع النخلة، وبالأمس في ساحات المعارك مع داعش وأربابهم. شكرا للمنتخب الأسد، شكرا للجمهور، وشكرا لحشدنا وقواتنا المسلحة وفتوى مرجعنا الأعلى، الذين بفضلهم جميعا نعيش هذه الأجواء من النجاح والأمان والاستقرار. في أمان الله.